بسم الله، معانا النهارده قائمة أنالايز. قائمة أنالايز دي بستخدمها عشان أحلل البيانات الموجودة في اللوحة وأحسب الحساب بتاعتي. بلاقي أول حاجة سبيس. سبيس دي يعني أي منطقة مغلقة، هنعمل عليها بس حسابات تكييف على سبيل المثال. تمام، أعلم سبيس. ممكن لو أنا عايز بسرعة، في أمر عندي اسمه بليس سبيس أوتوماتيكلي، بعلم عليه وأنا مثلا بقول له اعمل لي التاج بس، أو اعمل لي الأريا، أو اعمل لي الفوليوم. أقول مثلا اعمل لي فوليوم وبليس سبيس لي اوتوماتيكلي، خلاص عمل الحساب بتاعتي اوتوماتيك للمشروع كله. تمام، بلاقي عندي سبيس سبريتر، دي على اساس ممكن ايه في مساحه كبيره وانا عايز اخصص جزء منها، يعني الاوضه مثلا اقسمها نصين، اعمل سبيس خاص بيا ملهاش دعوه بالحيطان. اقول له هنا مثلا اعمل لي سبيس هنا، على سبيل المثال انا اعمله مثلث بس، خلاص ده بقى سبيس. تمام، بحيث ان انا لما هاجي هنا في الانالايز واقول له سبيس، الاقي دي بقت سبيس معايا. تمام، اخش بعد كده سبيس تيج، ده لو عندي مساحه كبيره وعايز اكتب السبيس مره كمان، اللي هي ان انا اعمل الموضوع دوت، بس اللي انا مش عاملها فيزابل هنا، الاسامي مش عاملها فيزابل فمش ظاهره معايا. تمام، الزون بستخدمها ان انا اجمع عدد من السبيس مع بعض. تمام، يعني دي سبيس ديت مع دي مع دي، دي خلاص بقت زونة لوحديها. تمام، بعد كده بنيجي على الهيتنج اند كولينج لود عشان اعمل حسابات الاحمال التكييف. باجي على البانل سكادول عشان دي احمال الكهرباء، ونشوف ان شاء الله في الخطوات اللي جايه كل حاجه مديه بالتفصيل، بس احنا بس ايه بنشوف القايمه بنظره عامه. في عندي سكادول اند كوانتيتي، دي عشان اعمل جدول حصر بالمقادير المستخدمه اللي انا استخدمتها في المشروع دوت. تمام، يعني على سبيل المثال ممكن اجي هنا واقول له انا عايز احصر الاير تيرمينال. تمام، خلاص بيقول لي انت عايز تحصر فيها ايه، بقول له اول حاجه العدد، عايز الكود، عايز الفلو. اوكي خلاص بيعمل لي حصر للكاونت والفلو. تمام، ارجع تاني للانالايز واختار بلم البيانات. تمام، بلاقي تشيك دكت سيستم، بيعمل لي تشيك للدكت سيستم بحيث لو في مشاكل يصلحها، وكذلك للبايب، وكذلك للسيركل لو انا شغال في الكهرباء. دكت ليجند خدناها قبل كده، عايز ان انا اعمل ليجند معلومات عن اي حاجه موجوده انا عايزها، مثلا اقول مثلا اعملها لي الانفرسيتي، خلاص عمل لي جدول الانفرسيتي اهو، وكذلك البايب لو انا شغال في الصحي. اخر حاجه بقى سيستم براوزر، بيعمل تصفح للمشروع بحيث ممكن، بس انا عامل هنا سيستم للسبلاي اير، وكله في في عامل لها سيستم خاص بيها، فانا كده بصفح السيستم بحيث لو انا عايز اعدل حاجه، عايز اكبر السيستم، عايز اضغط في السيستم زي ما انا عايز.